السلام عليكم. كما كتعرفوا حنا شعب سكيزوفرينيشي شويه، هادشي اللي كيخلي فينا واحد العاده خايبه بزاف وهي الكذوب. حسب الدراسات قال لك المغاربه كيكذبوا في النهار تقريبا شي 70 مره. غير خصكم تعرفوا واحد المساله وهي ان فاش كنتولدوا كنكونوا باقيين صغار راه كنكونوا صفحه بيضاء، ما كنعرفوا لا كذوب لا غش، ولكن شكون اللي كيغيرنا من بعد؟ الكبار بطبيعه الحال. الو وي بابا واحد السيد بغاك. قول لي ما كاينش. قال لك بابا راه ما كاينش. اجي كيفاش تقول لي قال لك بابا ما كاينش؟ اي كلكم وقعت لكم هذه القضيه وكلكم كليتوا عليها راسك وما عرفتوش علاش. حتى كتكبر هذا كتفهم وكيبدا يبان لك ان الكذوب كينفعك في بزاف ديال المواقف ولو انه ماشي حل اخلاقي، ولكن بما انه حنا شعب شويه معكاز غير بحال عام طويل واللي زربوا ماتوا ولا زربوا على صلاح، الكذوب كيبقى هو الحل الوحيد قدامك. افينك صاحبي راه تعطلتي بصح انا كنتسنى فيك. انا في الطوبيس صاحبي واحد 5 دقائق نكون عندك. والكذوب عندنا اصلا فيه بزاف ديال النواع، كاين كذبه ابريل، كاين الكذبه البيضاء، كذبه الصفراء، كاين كذبه كحله مخططه بالصفر. لا هادي ما كايناش هادي. هذا كاينين ثاني السلوكيات، سلوكيه سهله، سلوكيه جالبه، سلوكيه كدردك، وسلوكيه اللي كتعض. المهم كل كذبه كتنفع في بلاصتها. عرفتي خطف فيا صحافي، خطف فيا محامي، خطف فيا برلماني، خطف فيا رجل ديال الاعمال، ولكن انا حتى واحد ما بغيته. انا بغيت غير نقرا نشد الدبلوم ديالي. وتخيلوا معايا ان شي وحدين عندهم الكذوب هوايه، انت عندك الهوايه المطالعه ولا الانترنت ولا جمع الطوابع البريديه، لا هذا الهوايه ديالو تقنبيل، هذا خصو يديرها في السيفي. انا دابا الهوايه نتاعتي هي الكذوب. ملي كنت صغير وانا تنكذب كنت كذيب. كنتي صغير؟ ايه كنت صغير وطلعتي كراد. دابا بيان سور دابا لامينت الكذاب، دابا تيعيطوا عليا سيد الكذاب. ياك سيدي. ايه هذا دابا راه مدمن على الكذوب، الا ما كذبش كيبدا يحك في الحمو. ولكن الكذوب اللي ما عندوش الحل هو الكذوب ديال الناس الكبار، ما تضيمش معاهم. وليدي عرفتي باقي عاقل هجم علينا العدو، عرفتي كلشي تبليسه، صحابي كلهم شي 30 واحد كلشي تبليسه الا العبد لله اللي فلت. عرفتي زيتهم بحال كهزيتهم 30 واحد حطيتهم فوق كتافي، بقيت كنتمشى بهم من كازا حتى لسلات ديتهم السبيطار. ايه يا سيدي على رجلي. ولكن اجدي كي درتي حتى قطعتي بورغراك وما كانت لا قنطره لا والو ديك الساعه؟ حقاو الواد. انتما كما كتعرفوا ان الغرب مؤخرا تطور والكذوب حتى هو اخترعوا لي اله ديالو، جهاز كشف الكاذب. ولكن نسى واحد القضيه، انه كاين اللي عطاه ربي هذا الجهاز ديال كشف الكاذب خلق، وهما البنات. البنت تقدر تصاوب عليك دوسي جتو جور، المخابرات ما تصاوبش بحالو. تقلب لك البورطابل ديالك، تشوف لك المكالمات ديالك، تقلب لك فيسبوك، شكون اجوتيتي وشكون درتي لها لايك ومع من كتشاطي، كدوز لك سكانر صح. يعني نهار تسولك شي بنت بلا ما تكذب غير جهه نيشان وصافي، راه كلشي في راسها وراه واه دارت لونكيت ديالها. نسيت ما قلت لكم، واحد الدراسه كنديه كتقول بان الانسان كيطيحوا ليه 4 زغبات فاش كيكذب. فهمتوا دابا علاش الرجال غير كيتزوجوا كيقراوا؟ ولكن لا نجينا نشوفوا كاين في العالم واحد جوج الكذابه والو ما تضيمش معاهم. السياسيين لانهم كيقولوا هضره وغير كيشدوا المنصب كيولي كيقولوا هضره اخرى. كتحلموا ياكو زيدوا حلموا. ثم الثانيا اللي ما كاين غير التقنبيل وصواريخ ارض جو، وهم الافلام الهنديه. افلام الهنديه لا دين لا. الخيال واسع تبارك الله، والناس ديال بوليود ها العار وقرن هادي وانتم طالقين علينا اربط اربط ابارك حشمو شويه. ايوا سيدنا شنو نقول لكم الحلقه ديالنا سالات كالعاده، ما تنساوش انكم ديروا لنا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وخليو لينا واحد سبسكرايب صغير لاشين. نتلاقاو في حلقه جايه ان شاء الله.